ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحده الدراسات السياسيه والاستراتيجيه راسام من اسطنبول. اهلا بكم سياده العقيد الفلاحي. ما معنى ان تعود العمليات العسكريه للعراق بهذا التوقيت بالذات؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهدي قناه الرافدين. اهلا بكم. نعم، على المستوى السياسي تحاول الحكومة العراقية أن تهرب من الاستحقاقات لهذه الحكومة بعد أن مضت عليها أكثر من سنة ونصف من 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 تشكيلها، ولا زالت هذه الحكومة لم تقدم شيء على مستوى الخدمات ولا على مستوى أن تقدم شيء للشعب على مستوى الأمن وما إلى ذلك من أمور. فلذلك تحاول أن تهرب من هذه الاستحقاقات بأن هناك تهديد على العراق من قبل تنظيم الدولة مرة ثانية. هذا على المستوى السياسي. أما على المستوى العسكري فأنا أعتقد بأنه بقاء الحشد الشعبي يستوجب أن يكون هناك عدو على الأبواب لكي يقولوا بأن بقاء الحشد الشعبي هو مرتبط بالتهديدات التي يمكن أن تعود إلى العراق مرة أخرى، وهذا على مستوى الحشد الشعبي. أما على مستوى القوات الحكومية فأنا أعتقد أنه جزء من العمليات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة العراقية في مناطق مختلفة الآن على اعتبار بقاء جيوب لتنظيم الدولة في هذه المناطق يهدد العراق مرة ثانية أثناء الفترة المقبلة. ولذلك حتى مسألة إعلان النصر التي تم إعلانها في الفترة السابقة تتناقض مع ما تقوم به الحكومة في هذه الفترة. في تلك الفترة تم إخراج تنظيم الدولة من المدن ولم يتم القضاء على تنظيم الدولة بشكل كامل. لذلك كان هناك خطأ حقيقي كبير جدا في أنهم أعلنوا النصر على تنظيم الدولة وانتهاء تنظيم الدولة في العراق. نعم، حسب نقلت القوات الحكومية بأن عبد المهدي بالذات يعني أطلق العملية وشارك بالتحفيز التعبوي لها. ما الذي يستفيده عبد المهدي من هذا التصرف؟ نعم، يحاول أن يسوق نفسه عادل عبد المهدي بأنه حقيقة حريص على أمن العراق وحريص على مواجهة التهديدات الخارجية بما فيها تنظيم الدولة، ويحاول أن يقول بأنه قادر على فرض الأمن والاستقرار بما فيها إصدار الأمر الديواني المرقم 237 فيما يخص الحشد الشعبي، وأن القائد العام للقوات المسلحة هو من يمسك زمام الأمور وهو القادر على التحكم بالقطاعات العسكرية. فلذلك يحاول أن يبرز من خلال هذه التصريحات بأنه الرجل القوي والذي يمتلك كل الإمكانيات والصلاحيات للسيطرة على القوات المسلحة بما فيها الحشد الشعبي. نعم، استهداف العملية العسكرية حسب بيان القوات الحكومية لمحافظات صلاح الدين، نينوى والأنبار، هذه المحافظات طبعا هناك سيطرة للميليشيات عليها. لماذا استهداف هذه المحافظات؟ هل هو لعملية ترسيخ نفوذ الميليشيات في تلك المحافظات ودعم لها؟ حقيقة هذه المحافظات فيها مناطق صحراوية كبيرة جدا، يعني إذا ما أردنا نتكلم عن مثلث يمتد ما بين محافظة الأنبار باتجاه محافظة نينوى ثم باتجاه محافظة صلاح الدين. هذه المناطق هي مناطق واسعة وكبيرة جدا ولا يمكن لأي قطاعات عسكرية أن تستطيع السيطرة عليها. لذلك أنا أعتقد بأنه مسألة هذه المحافظات على اعتبار بأن التنظيم قد يكون ينتشر في بعض هذه المناطق ويستخدم بعض المناطق المرتفعة والمناطق الجبلية أو مناطق الوديان للبقاء فيها، لذلك تمت العملية في هذه المناطق على اعتبار أنها قد تشكل تهديد في الفترة المقبلة. أضف إلى المثلث الآخر الذي يرتبط ما بين محافظة التأميم، محافظة ديالى ومحافظة صلاح الدين، وكذلك محافظة كركوك ومحافظة صلاح الدين ومحافظة نينوى. هذه المناطق هي مناطق نستطيع أن نقول هناك جيوب لتنظيم الدولة فيها، ولكن لم تستطع الحكومة العراقية ولا القوات المسلحة السيطرة عليها لحد هذه اللحظة. نعم، العملية العسكرية تتزامن مع إعادة هيكلة ميليشيا الحشد على غرار القوات الحكومية حسب ما جاء في البيانات والقرارات بدمج ميليشيا الحشد في الجيش العراقي. إذا كيف يمكن لقوات عسكرية تعيد ترتيب قوامها أن تشرع بعملية عسكرية؟ نعم، حقيقة هذا الأمر هو يخص يعني الأوامر التي صدرت للقطاعات العسكرية المتواجدة فيها هذه المناطق بما فيها قطاعات الحشد الشعبي. ولكن عملية الدمج أنا أعتقد بأن هذه القرارات هي سبق وأن صدرت منذ أكثر من سنتين ولم يتم تنفيذها، ولا أعتقد أنه هناك جديد في هذا الأمر الذي أصدره عادل عبد المهدي خلال هذه الفترة. فلا وهناك اعتراضات من قبل بعض ميليشيات الحشد الشعبي على تنفيذ مثل هذا الأمر، لذلك هو قيد الدراسة ولم يتم الانتهاء من هذا ويحتاج إلى وقت طويل لغرض الاندماج مع القوات المسلحة إن كان هناك اندماج حقيقي. نعم، إلى أي مدى يمكن القبول باستمرار هذه الأوضاع بالعراق سيادة العقيد؟ هناك من يعتبر أن طوق النجاة لعبد المهدي هو الشروع بهذه العمليات العسكرية. لن
نعم، هي تعتبر من ضمن الفعاليات الاعتيادية التي تقوم بها القطاعات العسكرية. أن منذ أن انتهى تنظيم الدولة وأعلنوا النصر وإلى اليوم قاموا بالعديد بسلسلة كبيرة جدا من العمليات، وهناك عمليات تقوم حسب معلومات استخباراتية بمداهمة بعض المناطق والسيطرة على بعض القرى وضرب بعض العجلات التي تتنقل في الصحراء وما إلى ذلك. إذن هي جزء من استراتيجية عسكرية طويلة الأمد لمواجهة تنظيم الدولة. ولكن الحقيقة ما يجري في العراق بأنه لا زال الوضع الأمني هو وضع حش جدا، ولا زال التنظيم يستطيع أن يقوم بعمليات في مناطق مختلفة لم تستطع القوات الحكومية إيقافه لحد هذه اللحظة. نعم سيادة العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية في مركز رسام، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.